للاستفاضة في هذه الجزئية سينضم إلي الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. دكتور فيصل، أهلا وسهلا بك. دكتور فيصل، أنت على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام، نعم تسمعني؟ نعم نتحدث دكتور فيصل عن تعليق اللجنة المشاركة في مشاورات عمان، تعليقها مشاركتها في المشاورات نتيجة للتصعيد الحوثي في محافظة تعز، قراءتك لما لهذه المستجدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي جدا انه مجلس القياده الرئاسي عندما وافق على تمديد الهدنه كانت الامور واضحه انه لابد من ان ينفذ الحوثيون ما عليهم من الالتزامات، والا فانها اخر يعني الكره في ملعب المتحده، اخر مره سيتم فيها الاستجابه للهدنه او لما اي مقترح من الأمم المتحدة بدون أن تقدم الميليشيات على خطوة واحدة من تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق الهدنة. من الطبيعي أنه الآن أي تصعيد من قبل الميليشيات سيؤدي إلى تعليق هذه المفاوضات، وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية ممارسة دورها كوسيط وكضامن لتنفيذ مقترحاتهم التي وردت من شان الهدنة. ومن جانب التزمت الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي التزم بكل ما طلب من الحكومة في يعني في جانب رسمي، وبقت الميليشيات تتخلى عن التزاماتها بل وتصعد مستغلة للهدنة وكعادتها دائما وأبدا. الأمم المتحدة بل ممثلة بالمبعوث الأممي تحدثت أنه لن يكون هناك حل إلا بتسوية شاملة، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل لديهم القدرة على تنفيذ هذه التسوية الآن في ظل التعنت الحوثي، وهل ما يقوم به يأتي في إطار السعي للوصول إلى هذه التسوية؟ طبعا الأمم المتحدة تدرك قبل غيرها أن المرجعية الثلاث هي مرجعية دولية، لأنه أولا المرجعية الثلاث ما هي؟ المبادرة الخليجية هي مبادرة إقليمية نالت مباركة أممية وتشكلت على إثرها الجماعة الراعية للعملية السياسية في اليمن من دول مجلس الأمن الخمس إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي. جاء بعدها الحوار الوطني برعاية من الأمم المتحدة بل وبتمويل من الأمم المتحدة، وبالتالي مباركة مخرجات الحوار الوطني أن عقد مجلس الأمن جلسة في صنعاء لمباركة هذه، ثم القرار 22/16. فنحن عندما نطرح مسألة المرجعيات الثلاث للتسوية الشاملة، هذه المرجعيات ليست يعني مرجعيات محلية فقط، هي مرجعيات دولية إقليمية محلية، وبالتالي أي محاولة لإيجاد حل خارج هذه المرجعيات هو قفز على الواقع، لا يمكن أن يحل المشكلة اليمنية على الإطلاق. البعض يقول دكتور فيصل أنه الأكيد أنه هناك مرجعيات أممية معترف بها ومقرة بخصوص الملف اليمني، لكن الواقع الحالي أنه هناك مصالح دولية، كيف يتصرف المبعوثين الأمميين وإلى أين يجب أن ينحازوا في ظل هذا الواقع؟ هم مكلفين بتنفيذ يعني من آخر نقطة وهي تنفيذ القرار 22/16. أول مبعوث للأمم المتحدة هو كان وصيف لتنفيذ هذا القرار، ما ولم تتغير مهمة المبعوثين أو أنه نشأ ما يناقض هذا القرار أو يعني واقع جديد، ما في غير هذا الشيء. فأي مقترحات للأمم المتحدة هي تهدف لجلب الناس على طاولة الحوار لكي يتفقوا في إطار المرجعية الثلاث، ما هناك أي حل آخر خلافا أو خارج إطار. بطبيعة الحال دكتور فيصل، أي مشاورات وأي مفاوضات هي فكرة قائمة على التنازلات، ما هي المساحة التي يمكن أن تتنازل فيها الشرعية؟ لأن العملية السياسية كما أسلفت هي عملية قائمة على التنازلات في نهاية المطاف ومن الطرفين، لأن لكي على الأقل نحاول بطريقة أو بأخرى أن نحدث اختراقا في الملف اليمني.
طبعا الميليشيات الحوثية منذ جنيف الأولى حتى اليوم وهي متمسكة، إن تبدأ بالشق السياسي كانت الشق السياسي القرار المتحدة قبل الشق الأمني، وهذا معناه إنه نشكل حكومة يكونوا موجودين فيها بحيث يضفوا الشرعية على كل الخطوات اللي قد اتخذوها في الانقلاب، بحيث إنه مثلا تسليم القوات التي نهبوها من معسكرات الدولة أو استولوا عليها تسليمها لأطراف هم أساسا منهم، هم يريدون الوصول إلى هذه النقطة فقط لا أقل ولا أكثر، ولا يمكن للشرعية أن تتنازل في هذا الجانب لأنه هذا عبث، يعني تمكين الانقلابيين من تثبيت كل الأوضاع التي أحدثوها، يعني سواء الذين أدخلوهم في الجيش أو الأمن أو الذين أدخلوهم في دواوين الوزارات أو كل التصرفات، هذا معناه لو قدمنا تنازل وقبلنا بالحل، يعني نبدأ الحل من الشق السياسي وهو تشكيل الحكومة العريضة، فإنه نكون سلمنا البلد لإيران وميليشياتها، فلا يمكن أن يكون هناك حل جوهري في هذا، لابد من أولا من تنفيذ الشق الأمني والعسكري وهو الانسحاب من المدن وحل الميليشيات تسليم أسلحة الدولة، ثم يأتي التفاوض على تشكيل أي تشكيلات سياسية أو أشياء أخرى. المتبع ايضا يرى انه هناك في جزئيه الامم المتحده تحديدا انه هناك تضارب في معايير الامم المتحده، بدايه من التعامل مع ميليشيات الحوثي كمجرمي حرب وصولا الى فرض عقوبات على قيادته، ثم اليوم يتم التعامل معهم بنديه مع الحكومه الشيعيه، بل يتم يعني تمييع الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات والتواطؤ ان صح التعبير مع هذه الميليشيات. هم الأمم المتحدة مهمتها إدارة الأزمات وليست حلها، يعني أدوات الحل موجودة وواضحة ومفترض من أول يوم شكل من قواتنا الأمم المتحدة طالما والقرار اتخذ تحت الفصل السابع وفرض تنفيذ القرار 22/16 بالقوة، لكنهم لا يريدون الوصول إلى هذه النقطة، يريدون فقط إدارة الأزمة ويعني وترك الأمور تتراوح ما بين أطراف، يعني ما بين الحكومة الشرعية والطرف الانقلابي، هم يقولون نحن نتعامل معهم من باب الاضطرار كجزء من المشكلة وليس باعتراف بشرعيته ومن هذا القبيل، يعني سواء هم أو غيرهم من الأطراف التي تتعامل مع الميليشيات الحوثية يقولون نحن نتعامل معهم كمشكلة قائمة، يعني لا يمكن أن نصل إلى حد بدون أن يكون في تفاهم معهم، لكن نحن يجب أن تكون لنا خياراتنا ويجب أن تكون لنا أدواتنا التي بدل ما يكون الضغط علينا نحن نضغط على الأمم المتحدة، نعم لابد أن نمتلك أدوات الضغط على الأمم المتحدة حتى نستطيع أن نغير مسار اللعبة ومسارات الحل.